العلاقة مع جلالة الملك كانت علاقة ممتازة جدا، وأريد أن ننوه إلى أن جلالة الملك كان دائما يعني نعم السند والعون في أداء لمهامي باستمرار. كان تواصل ممتاز بأدب ورقة وتعامل واحترام راقي جدا، وبالتالي فجميع الإنجازات اللي حققتها وزارة الخارجية في هذه المرحلة، وهي إنجازات مهمة في رأيي، كانت بدعم من جلالة الملك وبمساندة مباشرة وعملية منه وبتوجيهات مباشرة منه. حكم رئيس الحكومة كانت جيدة وستبقى جيدة، لأن احنا جينا من مشوار طويل منذ أواخر السبعينات إلى اليوم، فنحن قبل كل شيء يعني مناضلين، دعاة للإصلاح، وعملنا مجموعين في ظروف حرجة جدا وفي أوقات صعبة، وبالتالي أتمنى للفريق الجديد كل التوفيق في مهامه. لا اعتراض على قرار أو مبادرة لم يتم أبداً. هو دائما رئيس الحكومة يعرف بأن هذا الموقع اللي أنا فيه هو موقع سيادي، وبالتالي رئيس الحكومة يبدي فيه رأي، ولكن دائما هو أيضا يحاول يرجع إلى جلالة الملك بطبيعة الحال في القرارات اللي هي استراتيجية وأساسية. وصحيح أنه نتيجة كثرة الأصفار وكثرة المهام وضغط الملفات الشائكة لا يكون هناك دائما تنسيق مع رئيس الحكومة، لا هو، ولكن هذا بسبب موضوعي. في جميع دول العالم هناك دائما مع وزير الخارجية إما وزراء منتدبين أو مكتب دولة، هذا لا يعد تسيير برأسين. أولا قانونيا وعلى حسب المرسوم ديال الوزير، التعيين ديال وزير الشؤون الخارجية هو وحده المخول بالتوقيع على جميع الوثائق سواء دبلوماسية أو إدارية أو مالية باسم وزارة الشؤون الخارجية، مادام هو بوحده اللي عنده صلاحية التوقيع، هو الذي يوقع عمليا، وتوقيع غيره غير مقبول لا سياسيا ولا إداريا ولا ماليا، وبالتالي فالتسيير واحد.